بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه. ما زلنا مع الآيات من قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى. وانتهى بنا الكلام عند قوله تعالى: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تقوى الله سبحانه وتعالى كلمة جامعة كل خصال الخير، من فعل الواجبات، ترك المحرمات، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات. سميت تقوى لأنها تقي الإنسان من عذاب الله سبحانه وتعالى. وواجب على الإنسان أن يتقي الله في كل حالة، وفي هذه الحالة حالة الذين يتولون شؤون الأيتام، أو الذين يحضرون الميت عند وفاته وهو بحاجة إلى الوصية، أو عموم الناس مع الأيتام، عليهم أن يتقوا الله في كل هذه الأحوال، وأن يخافوا من عقابه سبحانه، وليقولوا قولا سديدا. ليتقوا الله وليقولوا، اللام في الموضعين سمونها لام الأمر، ولهذا جزم الفعل بعدها، وعلامة جزمه ولذلك جزم الأمر بعدها، وعلامة جزمه حذف النون. ليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. القول السديد هو القول الصواب، فعليه أن يحفظ لسانه عن الكلام الضار له أو لغيره، وليتجه إلى الكلام الذي فيه مصلحة له ومصلحة لغيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال سبحانه وتعالى متوعدا الذين يأكلون أموال الأيتام وينتهزون ضعفهم وقصورهم وصغرهم فيعبثون في أموالهم، حذرهم الله وتوعدهم بأشد الوعيد، فقال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فعلى ولي اليتيم أن يتقي الله فيه، وأن يحفظ له ماله، ولا يأكل منه إلا ما أذن له الشارع به، في قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أباح له الأكل من مال اليتيم إذا كان وليا عليه ويعمل فيه، أن يأكل منه بشرطين: الشرط الأول أن يكون فقيرا، أن يكون الولي فقيرا، الشرط الثاني أن يكون أكله محدد بالمعروف، أي بما جرت به العادة لأمثاله، من غير إسراف ولا تبذير. ولهذا قال ظلما، قيده قوله ظلما ليخرج بذلك الأكل المأذون به شرعا بالشرطين المذكورين.
ثم قال جل وعلا إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا حصر، أي إنما يدخلون في أجوافهم عذابا من جهنم، لأن ما يأكلونه حرام وسحت وظلم، عاقبته النار. فهم وإن كانوا يتلذذون به وبأكله في الدنيا فإنه ينقلب نارا تتأجج في قلوبهم، تتأجج في بطونهم والعياذ بالله. وليس الأمر قاصرا على الأكل، ولا وإنما عبر بالأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، بل يحرم جميع التصرفات التي ليست في صالح الأيتام سواء بالأكل أو بغيره أو بالشرب أو باللباس أو بالركوب أو غير ذلك. فجميع وجوه الانتفاع بمال اليتيم التي تخل بماله وتضره كلها تدخل في هذا الوعيد. ثم قال جل وعلا وسيصلون سعيرا، السين للتنفيس، أي يصلون سعيرا في المستقبل، وذلك في الدار الآخرة. وقوله تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا في الدنيا، وقوله وسيصلون سعيرا هذا في الآخرة، فلهم وعيد في الدنيا ولهم وعيد في الآخرة. والسعير اسم من أسماء النار والعياذ بالله، ومعنى يصلونها أي يقاسون حرها من الصلي، وهو الحرارة، أي يقاسون حرها وعذابها. وليس ذلك يكون في لحظة، بل يكون أمدا طويلا. وهذا من آيات الوعيد التي جاءت في حق العصاة من المسلمين. فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهو مسلم، ومنها أكل مال اليتيم، فإنه مهدد بالوعيد، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لكنه لا يخلد في النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وفي هذه الآية دليل على أن أكل مال اليتيم من أكبر الكبائر، كما عده النبي صلى الله عليه وسلم في أكبر الكبائر كما في الحديث الصحيح. فهذا مما يوجب على أولياء اليتامى أن يتحرزوا ويتحفظوا مع أموال اليتامى، وألا يستهلكوا منها شيئا إلا في حدود ما أذن به الشارع لهم، كما سبق بيانه قريبا. وهذا من عناية الإسلام بالضعفاء من الأيتام وغيرهم، في أنه سبحانه وتعالى حذر من استغلال ضعفهم وعدم معرفتهم، حذر من أكل أموالهم في هذه الحالة، لأنهم لا يقدرون على الدفاع عن أنفسهم، فالله جل وعلا هو الذي تولى الدفاع عنهم. وهذا دليل على عناية الإسلام بحقوق الناس وعدم التساهل فيها، وأن ليس لولي اليتيم سلطة مطلقة في ماله، وإنما هي سلطة مقيدة بحسب مصلحة اليتيم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.